مورينيو ده كان طبعا العقبه بالنسبه لي. كان المشكله اللي حصلت معايا في بنفيكا في الفتره الاولانيه طبعا يوب هانكس كان ساعتها هو اللي جابني من باو، رحت بنفيكا. بعد كده في عز الموسم يوب هانكس كان ساعتها بيتخانق مع الاعلام، مع الصحافه جامده جدا، يعني ما بيكلموش، في خناقات. راح ساب الفرقه ومشي، راح جه مورينيو مسك بنفيكا. اول ما جه مسك بنفيكا قعد مع اللعيبه كلها كده، اول لقاء برشلونه جول بس. المهم قعد بقى عمل اجتماع، قال انتوا لعيبه يعني نادي بنفيكا ده نادي كبير ولازم يكون مميزين ويكونوا نجوم الفرقه يكون لعيبه برتغاليين بس. راح خلاص يعني اخدت الكلام عادي يعني. بعد كده عمل انترفيو برضه نفس الكلام قاله، قلت يعني اول تمرينه بقى خلاص بتاع الحاجات، نزلنا اول تمرينه قعد معايا اتكلم معايا بقى. هو طبعا على طول شايل لي دوسيه وبتاع الحاجات ماشي بيها على طول. انت كنت بتتحرك حر، تروح تخش جوه تطلع لبره، يعني تتحرك حر. دلوقتي لا، انت لا تقف ثابت. ببروسكي ده اللي كان بتاع تشيك هو اللي هيخش جوه يتحرك. هنا في التكتيك بيقول لي ببروسكي خش، ببروسكي مش عارف يخش، ببروسكي ايه بنوعيه ان هو عايز يرمي الكوره ايه سريع جدا. وانا ايه مره رحت انا عملت خدت الكوره رحت داخل لجوه كده، لقيته بقى عمل نو صبري نو وحاجات بقى ايه كلام كده كتير قوي البرتغالي. تاني يوم نفس النظام، قال لي هتقف هنا ما تخش برضه ايه. رحت واقف على الخط في التمرين، احس ان انا ايه الكوره ما بتجيليش كتير، بتحرك لما بتحرك جاي من تحت كده وبتاع بتحرك بيبقى مميز فيها، وانا بحب اخد الكوره ايه تك 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 اجري بالكوره. بس ايه قال اقف، بس ايد الكوره ما جاتليش خالص بتاع الحاجات دي كلها في التمرين. رحت انا اخدت الكوره، رحت عملت بقى ايه دخلت لجوه قعدت راس والجماهير اصلا هناك ايه لما برقص على ايه بيهيصوا كلهم بيخافوا منه بقى، يعني بيخافوا مني على اللعيبه بتاعت بنفيكا. المهم راح ليتو رمى توسيه، كان معايا ساعتها المساعد بتاعه موزر صبر، قعد يتكلم بقى ايه يعني وشتايم بقى بالبرتغال وكلام بقى ما انا فاهمه. رحت انا ماسك ازازه الميه رحت ايه رميها عليه، ما جاتش فيه يعني بقى يعني بعيد، رحت رميها كده وجت في موزر. رحت خارج بقى من الملعب. لما طلعت رئيس النادي لقيته هو اصلا الجماهير كلها خرجت معايا وبتاع الحاجات، طلع رئيس النادي قلت له انا مش عايز اقعد في النادي جوزيه مورينيو، ما بحبش الافارقه عنصري. طبعا الكلمه دي جامده جدا. رئيس النادي راح بعت على طول لمورينيو وبتاع في الملعب وبتاع الحاجات، والصحافه اصلا مشيت معايا ورايا وبتاع الحاجات، انت عارف اي حاجه على طول الصحافه هناك ايه، والجماهير معظمها طلعت ورايا وبتاع الحاجات كلها. قلت كلمتين اصلا عنصري وبتاع الحاجات ما بحبش الافارقه. لقيت اصلا هناك البرتغال معظمهم كلهم افارقه، من موزمبيق من غينيا بيساو من انجولا كلهم موجودين هناك. اول ما قلت الكلمه دي تكسروا العربيه لمورينيو، حاجات بقى دوشه وبتاع الحاجات دي كلها. راح مورينيو لم الموضوع عشان يلم الناس اللي هنزلنا انا وهو، واللي حاطط عليا كده وبتاع عشان ايه يقول للناس يعني الناس الاول فرقه بقى والناس والجماهير لا يعني ده سوء تفاهم. انا بعدها نزلنا التمرين قال بص انا عايزك ايه شويه وبعدين فتره ايه بص بيبقى ايه بعد 10 دقايق اخليك تلعب بحر، بس انا ايه مجرد هنا شويه وهنا شويه وهنا شويه وهنا شويه. جينا في الماتش اول ماتش اللي ايه لمورينيو كان ساعتها بوافيستا، قال لي صبري انت تلعب انت بس تبتدي على طول على اول خط وبعد كده خلي بوروسكي يتحرك. اول 5 دقايق دخل فينا جون نلعب هناك 1-0 وانا عمال هو واقف ورايا اخش اتحرك ويت كالما صبري كالما. يعني بعد الماتش خلص الشوط الاولاني ما فيش كور كانت لي كتير قوي، قعد خدنا اوضه اللبس قعد بقى ايه يزعق لي وبتاع ويقول لي بنديه صباح الخير صبري انت مش موجود، يعني احنا بنلعب بالليل. حتى قلعت التيشيرت وزعقت في اوضه اللبس وبتاع والحاجات دي كلها، مش لعبت انا وانا طالع بس كنت اطلع بره بقى على الصحابه وماشي بقى وبتاع الحاجات دي كلها. راح مسكني جواب بنتو موزر ايه ده صبر قلت له لا المهم رحت ايه هدي بتاع الحاجات دي كلها. موزر جه يتكلم معايا لا وما فيش مشكله ايه ده صبر ده. رحت نزلت يعني الشوط الثاني مورين ما اتكلمش معايا هو مش عايز انا العب. رحت قلت له انا هلعب لعبي انا واقف ابتدي اتحرك بتاع الحاجات دي. الحمد لله رحت مرقص رحت عاملها بقى ايه جواب بنتو جابها جون الحمد لله تعادلنا 1-1.
اول ما عملت الكوره كده جاي عملها جامب انت جابها جون، قلت لك اول تغيير راح مطلعني صبري. ابتدى بقى هنا العداوه بقى، ابتدى انا مش قلت انا مش قاعد في النادي ومشاكل وبتاع الحاجات دي كلها. بعد كده خلاص الجماهير قال لا احنا ايه، قلت له يا انا يا هو يمشي وبتاع الحاجات دي كلها. ابتدى ايه، راح سعيده جاله نادي بورتو، رئيس النادي كي هناك جاول محمشي راح بورتو، قعدت في بنفيكا ما مشيتش.